الذين يتغاضون الأجرة في البرلمان هداريين لأنهم لا يقومون بأي دور. السخرية في المغرب يجب أن ترتفع ضد الدكتاتور. لقد قال الجنرال دوغول الذي عاد منتصرا على النازية، ولكن لو لم تكن روسيا لعاد منهزما في المعركة التي كانت ضد النازية. حتى بالنسبة للإنجليز اليوم، حتى بالنسبة للأوروبيين، لو غابت روسيا لانتصر هتلر. ولهذا دوغول عاد كعسكري وتحول إلى مدني. حتى في الولايات المتحدة نصرة معسكر وكيلبسوا عندهم شي تيشور كيديروا كرافطة وكيولوا مدنيين. إذن دوغول قال بدون الكاميرونشيني فرنسا ديكتاتورية، ستكون ديكتاتورية. بدون السخرية، بدون الرأي الآخر، بدون تقديم عروض لأن تعرض فيها لشخصيات تحولت إلى أبو نهب، إلى نظام يفعل ما يشاء، يأخذ قرارات ضد الشعب. سنبقى دائما ضد الكيان الصهيوني، ونقول دائما هناك فلكنشتاين في الولايات المتحدة الذي كتب كتاب معاداة السامية الجديدة، معاداة السامية من اختراع الصهاينة اللي وقف لهم في وجههم يجبدوا له الورقة ديال معاداة السامية بحال الأربيض مع الورقة الحمراء. معاداة السامية ما عندناش في المغرب معاداة السامية. أي واحد مغربي أولا ماشي يهودي مغربي، مغربي يهودي ومغربي مسلم. احنا إخوان في هذا البلد، احنا ضد الكيان الصهيوني وضد من يطبعون مع الكيان الصهيوني، وسنبقى هكذا وسنخرج إلى الشوارع قريبا لنرفع الراية الفلسطينية ولنحط من راية الصهيونية والنازية الجديدة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.